أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وأصله في الصحيحين. نعم، الذي في الصحيحين البينة على المدعي، ورواية البيهقي أوضح. والإنسان إذا ادعى دعوى فلا تقبل منه الدعوة حتى تكون عنده بينة، لا تقبل الدعوة حتى تكون هناك بينة، وإلا لو ترك الأمر بدون بينة لا صارت فوضى، كل واحد يدعي لك. خاصة في كثير من الناس طماعون في هذه الدنيا، يبي كل شيء له ويدعي على هذا: هذا أخذ سيارتي، أخذ بيتي، ضربني، آذاني، وادعاك الآن مع طلب البينة والناس ما هي سالمة. فلذلك جعل هذه القاعدة أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لابد أن يأتي ببينة، بدون بينة لا تقبل الأمور. والبينة لها صور، البينة لها صور كثيرة، حتى وأعظم بينة هي الاعتراف، أعظم بينة يسمى الإقرار، وذلك يقول الاعتراف سيد الأدلة، أعظم بينة هي الاعتراف. تأتي بعد الاعتراف الشهود، أن يأتي شهود يشهدون بهذا، هذه من البينات. كذلك منها القرائن، أن تكون هناك قرائن تدل على الصدق، صدق هذا أو صدق هذا، قرائن تدل عليها. يعني من هذه القرائن ذكر أهل العلم قصة يوسف عليه الصلاة والسلام: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيد هذا الباب. ثم ماذا قال الشاهد؟ قال: إن كان قميصه قد من قبل، لأن قالوا له قميص يوسف شق أو قد، قال: إذا قد من قبل هي صادقة، كانت تدافع عن نفسها، إذا قد من دبر هي كاذبة، هي التي كانت تلحق به. فهذا أخذ بالقرينة، أخذ بالقرينة. وكان قصة سليمان عليه الصلاة والسلام لما جاءت امرأتان كلتاهما ولدت، وأخذ الذئب ولد إحداهما، فهذه تقول أخذ ولدها، وهذه تقول أخذ ولدها، وهذا ولدي. فاحتكمتا إلى داود عليه الصلاة والسلام، وداود عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تحتكمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له مما أسمع. فداود كذلك سمع، فلعل حجة الكبيرة كانت أقوى فقضى لها عليه الصلاة والسلام، لا يلام بهذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فصاب له أجران. فاجتهد داود وحكم للكبرى. سليمان عليه الصلاة والسلام استأذن أباه، قال: أحكم؟ قال: أحكم. قال: أنا أرى أنه ولا واحد عندها بينة، بس دعاوى، يؤتى بالغلام ويشق نصفين، هذه تأخذ نصف وهذه تأخذ نصف. فقالت كبيرة: لا مانع. قالت صغيرة: لا، هو ولدها. قال: بل ولدك أنت، لأن رأى الشفقة، هذه قرينة، بينما تلك ما همها، قصة نصفين ما عندي مشكلة، لو ولدها ما قالت اقطعه نصفين. فدل هذه قرينة عند سليمان عليه الصلاة والسلام، فحكم به للصغرى. كذلك ظاهر الحال، ظاهر الحال أيضا هذه قرينة تدل على الأمر، كما ذكر أهل العلم: لو تخاصم يعني بناء ومصلح مثلا السيارات، وهذا عنده اختلف في سيارة هذه الاسمنت، ها مصلح سيارة لي يقول، هذا البناء يقول لي، لمن عادة؟ للبناء، ليست له، لأن ظاهر الحال أنها لفلان. كذلك لو إنسان عنده مثلا عقال وبيده عقال، والثاني ليس عنده عقال، وهذا يقول لي وهذا يقول لي، الذي بيده عقالين أو عارصه وعقال بيده عقال، ظاهر الحال أنه إيش؟ ليس له، ظاهر الحال. فقد يحكم بظاهر الحال في مثل هذه الأمور. نعم.